في تجارب الدول والأمم والشعوب في مواجهة هذا العدو الخفي الذي هبط على الكون وأحدث كل هذا الذي أحدثه من خسائر اقتصادية وبشرية، فإن التدابير الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء والمتمثلة في التباعد الجسدي وغسل الأيدي وارتداء الكمامة هي الوصفة السحرية لمواجهة هذا الوباء في طالما لم يتمكن العالم من اكتشاف الفاكسين الذي بإمكانه أن يعالج هذا الفيروس.